البيدوفيليا هي واحد النوع ديال الشذوذ الجنسي اللي تيكون عند واحد الشخص، بالتالي كتكون عنده واحد الميولات وواحد التخيلات اللي كتخص الاطفال. يعني في الخيال ديالو او في المخيله ديالو تتكون كيشوف الطفل كيحس بالمتعه، كيعطيه واحد التخيل ديال انه ممكن يقوم معاه ممارسه كامله ديال الجنس مع هذاك الطفل، الشيء اللي كيوصلو للمتعه ديالو فقط من خلال التخيلات. وكاين اشخاص اللي كتمر هذه الحاله هذه من التخيلات ديالهم او من الافكار ديالهم ومن داكشي اللي عندهم في المخيله ديالهم للواقع، يعني كيبداو كيطبقوها ممكن انها تلخص كتحرش جنسي او الاعتداء الجنسي وغيره للاطفال بالخصوص. هاد الاطفال تتراوح السن ديالهم يعني من سن من الولاده، من حديثي الولاده حتى 13 او 16 عام كاكثر تقدير، يعني كاكبر تقدير 16 عام، 13 عام 16 عام هي اكبر تقدير في الذهن ديالهم على هاد الاطفال اللي ممكن انهم يتعرضوا لبحال هاد الممارسات هذه من هاد الاشخاص اللي كيكون عندهم هاد الاضطراب هذا. اللي خاصنا نفهموا بلي انه كاين اضطراب البيدوفيلي، واللي هو هاد الاضطراب هذا هو اللي كيهضرنا عليه، هو اللي تيكون فقط كيتلخص في التخيلات ديالو في الذهن ديالو وفي الافكار ديالو. وكاين عاوتاني البيدوفيل اللي هو كيطبق هذاك التخيلات ديالو، هذاك الاعتداء ديالو، هذاك التحرش ديالو. الحاجه اللي حنايا خصنا نعرفوها بانه هذاك البيدوفيل راه ما عندوش واحد شي حوايج اللي باينين في التصرفات ديالو اولا في الافعال ديالو اللي ممكن انه يقوم بها ولا نشوفوها في الوجه ديالو، اللي ممكن انها تخلينا اننا نقولوا بلي هذا الشخص هذا راه بيدوفيل اولا هذا الشخص هذا اللي عنده هذا الاضطراب هذا. اللي خاص يفهموا الوالدين بانه راه خاصنا نردوا البال للنظره ديال هذاك الشخص، الاشخاص اللي دايرين بالوليدات ديالنا، الا كانت شي لمسه في غير محلها ما خصناش نبقاو نبيحوا اولا نستبحوا انه اي شخص ممكن انه يلمس الاطفال ديالنا، انه يبوسهم، انه يعنقهم، انه يجلسهم في واحد الوضعيه اللي ما مسموحاش. واللي خاصنا نفهموا بلي هاد الاشخاص هادو راه عايشين معنا في وسطنا، ماشي بالضروره كنمشيو للغريب اولا شي واحد اللي بعيد، ممكن يكون الاخ، ممكن يكون الاب، ممكن يكون الخال، العم، الجد، ممكن يكون حارس العماره او حارس الدار، ممكن يكون مول الحانوت. يعني هاد الاشخاص كاملين ممكن انهم يكونوا بيدوفيل او يكونوا عندهم هاد الشذوذ الجنسي تجاه الاطفال، وممكن انهم يعرضوا الوليدات ديالنا للتحرش او الاعتداء كريما، يعني نوصلوا حتى الاعتداء الجنسي.